سمعت عبد الله يبكي وصح جيبوه، سمعت عبد الله يبكي وصح جيبوه، بس شوية شمنا وذبه. طفل شبر ينطول وليد يشوفه، العطش قطع كبدته لا تقطعوه. يمه لحد هسه ما قايل بلسانه، يمه ولو قتله يرفرف لبذرعه. دم الغدر دمنا حار رايك يا مدلول، يا مدلول سهمنا حرك يا مدلول. ديني اللول، ديني اللول يا عبد الله، ديني اللول. في الجن شايفة وين ذكري ناغيك، وذكر سهر ليالي اللي قضيت وياك. حاربني زماني وليش ما خلاك يا سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي، أخباركم؟ يا رب تكونون بألف خير. عظم الله أجركم باستشهاد سيدي ومولاي عبد الله الرضيع. هنا يعني حبيت أشارك وياكم ثواب وتوزيعات سيدي ومولاي. تعالوا يا شوفكم المكونات والطريقة. هنا عندنا هاي 3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، كيسين من فانيلا، وهنا عندنا كيسين باودر، وهنا عندنا كوب من الشكر، كوبين من الطحين، هنا رشة ملح، وهنا عندنا رشة من الهيل المطحون حسب الرغبة، وهنا عندنا نص كوب من الزيت. هسه راح اشوفكم الطريقة. أنا هنا المواد كلها راح انزلها بالخلاط على الطحين والبيكون باودر، مبقيهن اخر شيء. هاي نزلت البيضة الثانية، هاي البيضة الثالثة، هنا راح اضيفاني كيسين من الفانيلا. هنا الفانيلا حسب الموجود عندكم، الطوز او سائلة، هذا الشيء كيفكم راجع لكم. تقدرون فقط تكتفون بس بالهيل، او اذا عندكم برش برتقال او ليمون او مي ورد، يعني شيء مو ثابت حسب اختياركم. هذا الكيس الثاني ضفته. هنا راح نضيف رشة ملح، بنات رشة الملح كلش مفيدة للكيك. أنا الكوب مالت الشكر أنا خليته، صراحة نزل الهيل، الهيل اختياري، إيش خاشوقة مال الكوب. وهنايا نص كوب من الزيت، إذا تحبون تستبدلونه بزبد حسب ما متوفر عندكم. هسا أخليهم بالخلاط أخلطهم وأرجع لكم. هنايا بعد ما خلطنا المواد بالخلاط أصبح هذا شكلهم. تقريبا لمدة 4 دقائق خلطتهم بالخلاط، انزلهم هاي الكاسة. وهذا الخلاط هسه الدولكة مالته راح اخل بيها ربع كوب من المي، وانزل ما تبقى من السائل الموجود بيه. هنا راح اضيف كوبين من الطحين، طبعا انا هذا الطحين ناخلطه مسبقا، واستخدموا اي طحين صفر ماكو شي يعني ثابت، واخلطهم خلط عشوائي. هذا الكوب الثاني نزلته، اتأكد انه ما بقى عندي اي كتل من الطحين، اضيف عليهم كيسين من البيكون باودر. هذا الكيس الاول، هذا الكيس الثاني، اخلطهم لمدة 30 ثانية بس يختفي عندي البيكون باودر. الخلط مالتي عشوائي ماكو شي ثابت. هسه بعد ما كملنا الخلط مالته انا راح استخدم هاي اعبي بها الخليط مالت الكيك، راح استخدم هاي الاكواب السفر مالت الشاي. ما راح لا ادهنها ولا اخلي اي شيء بيها، لا طحين ولا زيت ولا اي شيء، مجرد انزل عليهم الخليط. الخليط تخلوه نص، لا تخلونه اكثر لاني شوي يرتفع عندكم ويصير شكله مو حلو، من يوقع بالاطراف مالته يصير مو حلوه. على نص نص كلش كافي.
بنات هنا تقدرون على الوجه تخلون مبروش او اشي تحبونه، جوز اي شيء يعني تزينون بيه اذا تحبون، بس انا راح ابقيهم ساده. شو بنات ما شاء الله قد سويت لي كميه. هاي بعد ما خلصتهم راح ادخلهم بالفرن على درجة حرارة 170، اشغل الفرن بس من جوا وارجع لكم بعد ما يتكمل. هنا راح اسوي الخليط الثاني مالت الكيك اللي هو بالكاكاو، لا تعرفون شوية اريد اسوي كمية هواي. هنا عندي هم 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هنا هم فانيلا، هنا كيسين باودر، هنا رشة ملح، هنا راح استخدم قهوة هاي حسب رغبتكم بس تعطيها طعم وريحة كلش طيب. وهنا عندي نص كوب زيت ونص كوب كاكاو باودر وكوبين من الطحين وكوب من الشكر، وها راح حطه نفس الكواب. هسه راح ابدي انزل البيضات بالخلاط. هاي اول بيضة، هاي ثاني بيضة، هاي ثالث بيضة. هنا راح انزل القهوة وانزل الملح، انزل نص كوب من الزيت ونزل كوب من الشكر. هنا عندي ظرفين من الفانيلا راح انزلهم، هذا الظرف الاول وهذا الظرف الثاني. واخلطهم بالخلاط بس يكمل الخليط وياي، ارجع لكم ان شاء الله. هنا بعد مرور 3 دقائق تقريبا بالخلاط ايش خلطتهم اصبح هذا شكلهم. راح بنزل الخليط بالكاسة وهم نفس الطريقة، خلي ربع كوب او نص كوب من المي بالدولكمات الخلاط حتى انزل ما تبقى من السائل. هاي بنات شوفوا هاي راح نزله، هسه بدي اضيف الطحين، هذا الطحين الكوب الاول. طبعا انا بنات هذا الطحين ترى ناخلته مسبقا يعني لازم يكون منخول. هذا الكوب الثاني، اخلطه مع بعض الشكل. هسه بدي اضيف الكاكاو، طبعا انا هذا الكاكاو استخدمته مع المعجنات، نص كوب كلش كافي. هنايا اخلط العجين زين واشوف اذا يحتاج بعد اضافة مي اضيف له، يعني ما اخلي شوية العجينة تصير شوية ثخينة، بس هسه هي كلش يعني زينة وياي. هسه انزل عليهم البيكنج باودر، هذا الكيس الاول وهذا الكيس الثاني، اخلطهم خلط هيج عشوائي بس مجرد يختفي عندي البيكنج باودر، وارجع بنفس الطريقة هم انزلهم بالقلاصات او كواب السفري. راح استخدم هنا هم راح اديهم بهاي العلبة مالتي. بنات قلت لكم الكمية لا تخلون اكثر من نص، النص كلش كافي، نص شوية اقل كلش كافي. راح يرتفع لكم يتضاعف حجمه وشوية يعني صار شكله مو حلو لين يوقع منه ومنه. انزل الكمية اللي بقت عندي. شو بنات ما شاء الله قد سويت الكمية حلوة ووفيرة. هنايا انا محضرها من الفرن على درجة حرارة 170، شاعلة بس الفرن الجوا، اخليهم الوقت تقريبا ياخذ 18 دقيقة، انتو حسبوا تقريبا 15 دقيقة وشوفوا اذا يحتاج بعد يعني ما مستوي زين. بقوت مدة دقيقتين 3 دقائق بعدين نشعل الفرن فوق، لان هذا شو اسمه مو مثل قالب الكيك، قالب الكيك ياخذ 30 دقيقة الى 35. هاي يعني بعد ما خلصنا راح ادخلهم الفرن واشوفكم النتيجة بعد ما يكمل. بنات هذا بعد ما كمل عندي واصبح هذا الشكل النهائي. طبعا انا سويت وياه كاستر حتى نوزعه ثواب ان شاء الله،
وبنات هاي طريقة الكاستر موجودة، راح تلقونها بأول تعليق. يا ربي أتمنى تعجبكم الطريقة والشكل مالتها، بنات كلش سهلة وبسيطة. اللي عنده ثواب، اللي عنده قراية، اللي عنده مولود، اللي عنده مثلا مناسبة، أي مناسبة عندكم، أو كلش كمية يعني وفيرة وحلوة، ولا تكلفكم وقت ولا مجهود ولا مصرف، مجرد شغلات بسيطة نقدر نحصل على هاي الكمية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله طرح فيها كل البركة. يا رب أتمنى تعجبكم وتنال رضاكم، وإذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك، وتركونا تعليق حلو، واترككم في حفظ الرحمن. مع السلامة. سمعت عبد الله يبكي وصح جيبو، بس شوية شمنا وذبحو، طفل شبر ينطول وليد يشوفو، العطش قطع كبدته لا تقطعو يمه.